احنا خلاص اتفضحنا يا خليل. انا قلت خلاص، الواد عاقل وجاي يلم الدور بعد ما اتاكد ان البنت مش ليه اداريه الجن الرسمي. ومين السبب في الجنان ده؟ مش حضرتك؟ انا ليه؟ هو انا اللي شجعت واديته ريق ولا بنتك؟ لا ما تجيبهاش في امل يا خليل، انت عارف كويس قوي انه بيعمل اللي بيعمله ده من ساعه موضوع ال 300 متر. الله يخرب بيت ال 300 متر اللي قرفني في حياتي دول، والله العظيم اللي انا بايعه. وتفتكر هو ده الحل؟ شوف يا خليل، الواد ده مش هيهدى الا ما ياخد ال 300 متر بتوعه. مش بتوعه، قلت لك قبل كده مش بتوعه، بحكم محكمه وبالقانون مش بتوعه. هو انت هتجننيني ولا ايه؟ والله انت ادرى، بس خلي بالك يا خليل، انت كل يوم والتاني بتربي عداوات مع الناس، وانا وبناتك اللي بندفع الثمن. ماشي يا ابن فهيم، ماشي. ايوه يا لطفي، خليل يا اخويا هيكون مين يعني بيكلمك دلوقتي؟ فوق بقى وركز في اللي هقولهولك. من بكره الصبح تشوف لي مشتري لل 300 متر اللي قرفني في حياتي دولت. شوف الناس بيبيعوا بكام وبيع اقل منهم، مفهوم؟ يومين يا لطفي مش اكتر، وتكون الارض دي اتباعت.